حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني ابو جمره عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنه وقال ابن رجاء حدثنا همام عن ابي جمره ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا حدثنا اسحاق عن حبان حدثنا همام قال حدثنا ابو جمره عن ابي بكر بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله